تقييمك لإدارة العرب لكركوك ما بعد إدارة كردية كانت واضحة وصريحة على المستوى المحلي تحديدا أستاذ أرشد، هل وجدتم فروقات أمنية أنتم كتركمان تحت ظل إدارة عربية لكركوك؟ يعني احنا ما راح نسميه إدارة عربية أو إدارة كردية، الأشخاص صحيح يمثلون قومية عربية والآخرين كردية، لكن كانت هنالك توجهات حزبية ضيقة جدا في ظل الإدارة السابقة، وكان هنالك عمليات اغتيالات وخطف وقتل للأسف. حصل هذا الأمر كثيرا، لكن بعد 2017 وبعد بسط الدولة لقواتها الاتحادية مع هذه الإدارة حاليا ما موجود هذا الشيء، وما صار أي عمليات تصفية بهذا الخصوص. نعم أنا مو أقول بس التركمان مرتاحين، أنا متأكد حتى الكرد مرتاحين من الوضع الأمني المستقر داخل كركوك. أكو أمل لحلحلة المشكلات مع الكرد، خاصة المشكلات المتداخلة على المستوى الأمني ما بين السليمانية وتركمان كركوك تحديدا؟ يعني لدينا بعض العقبات ولدينا بعض الأمور، وهذه الأمور ينبغي أيضا أن تحل. القضايا الأمنية هو يجب أن نبعد الأحزاب السياسية سواء كان الجبهة التركمانية أو أربيل الديمقراطي الكردستاني أو من السليمانية الاتحاد الوطني الكردستاني، هذه الأطراف يجب أن تنأى بنفسها عن زج عناصر حزبية داخل الجهاز الأمني.